مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. جاتك وانا مرام اليوم بفيديو جديد، رح نعمل فيه وصفة مثل العادة، مفيدة كتير للبشرة. اليوم وصفتنا ان شاء الله رح تكون لنتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء يلي تحت الجلد، يلي كمان احيانا تحت العيون بيطلع لنا هيك مثل حبوب بيضة صغيرة كتير. كمان هي الوصفة مفيدة لإلها، وهي الوصفة طبعا مثل العادة كتير سهلة التحضير، ما بناخد غير دقيقتين بتحضيرها، مكوناتها سهلة متوفرة بالبيت. وصفتنا اليوم خلونا نبدأ فورا عشان ما نطول الفيديو. شو هي وصفتنا؟ أول شي رح نحتاج بياض بيضتين، بياض بس، رح نفصل البياض عن الصفار وناخد البياض بس. وكمان رح نحتاج بعد بياض البيضة رح نحتاج معلقة عسل. ليش العسل؟ لأنه العسل هو علاج فعال للبثور والشوائب اللي بتظهر على الوجه، بيقضي على الجراثيم والبكتيريا اللي بتتكاثر على الوجه، بينظف الخلايا البشرة ومساماتها بطريقة كتير فعالة، كمان بيعطي حيوية وإشراق للبشرة، في كتير عناصر مغذية للبشرة. فإذا بعد بياض البيضتين رح ناخد معلقة عسل واحدة. المكون الثالث هو الفحم، الفحم العادي، اما فحم الشوي او فينا نشتري من الصيدلية بيكون اسمه كربون. اذا يا فحم عادي متوفر بالبيت اللي هو فحم الشوي، يا اما الفحم الموجود بالصيدليات ومعروف باسم كربون. هذا الفحم حنجيبه رح نطحنه كتير منيح لحتى يصير بودرة. بعد ما يصير بودرة رح نخلطه مع البيض والعسل، نخلطهم كلهم سوا لحتى يطلع عندي مزيج متماسك، مزيج خرج اني احطه على وشي اللي يكون ماسك. بنفرده على الوش بعد ما يكون نظيف ومنشف، تقريبا بنتركه لحتى ينشف، عفوا بعد ما ينشف كتير منيح بقشره تقشير من على البشرة. ولما رح يطلع رح يطلع معه كل الرؤوس البيضاء والسوداء. احنا ما رح نشوفها لانه الفحم من اللون الاسود ما رح يخليني اقدر اشوف الرؤوس السوداء لما طلعت، بس رح نحس انه البشرة نضفت كتير، ورح نلاحظ اذا طلعنا بالمراية انه الرؤوس السوداء اذا ما رحت على الاخر فهي رح تكون خفت بكمية كبيرة. فاذا ما رحت على الاخر بنكرره بعد يومين، او يكرر يعني على حسب الحاجة، حسب قديه في عندي رؤوس سوداء قديش عمقها. بنعرف احيانا في رؤوس بتكون سطحية لانه وصل لزمان، وكل ما زاد الوقت عليها بتصير اعمق بالبشرة، ولا هيك ما بقدر لكم بالضبط كم مرة رح تحتاجوا على حسب الحاجة. تمام. طبعا ممكن تستغربوا انه كيف استعملنا الفحم، شغلة غريبة بالماسكات وهيك، لا ابدا، الفحم كتير كتير منظف، كتير عميق لخلايا البشرة، مثل الاسفنجة. كيف لما الاسفنجة بتمتص المي، الفحم بيمتص كل شي دهون، كل شي بثور، كل شي رؤوس سوداء، كل شي جلد ميت مع البشرة، الفحم رائع للبشرة. اذا هي وصفتنا اليوم، بتمنى انكم تجربوها وتستفادوا منها وتخبروني برأيكم فيه فيها بالتعليقات. اذا عندكم اي استفسار لا تترددوا تتركوه بالتعليقات. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك وتشيروا لتعم الفائدة، تابعونا على فيسبوك انستغرام وزوروا موقعنا الالكتروني، واهم شيء تعملوا سبسكريبشن للقناة لحتى نلتقى دائما بفيديوهات جديدة. بشوفكم على خير، باي.